هي اكستنس. الا قلت لك بان ريستريكسيون هي الا كانوا عندك لي زونتي انت كتخدم غير واحد الجزء فقط، نقولوا لي زونتي اللي كبر من 18، اولا مثلا اللي عندك شان دو كاركتر كتخدم فقط على اوم فام، ولا يعني كتخصص كتخدم فقط على فئه معينه هي اللي كتعتبرها صحيحه. فالاكستنسيون هو العكس، هو تيكون عندك شي تيب وانت كتجي تبغي اكست، عرفتي اشنا هي اتوندغ يعني تما ديدوه تتبغي تزيد فيه شي حاجه اخرى. فهي l'extension est une façon comme les restrictions d'obtenir un type dérivé à partir d'un type de base. يعني هي ثاني طريقه اللي كتمكنني نابليكي ليريتاج. يقدر يكون عندي واحد لو تيب دو باز هاد المره اللي هو صغير وانا بغيت نزيد عليه شي حاجه، اللي هي العكس ديال ريستريكسيون. الريستريكسيون كيكون عندي تيب دو باز كبير وانا كنبغي نقص منه. اما ليكستنسيون هي تيب دو باز كيكون ما قادنيش كنبغي نزيد فيه شي حاجه، فانا كنابليكي ليكستنسيون. دونك ليدي جينيرال دو ليكستنسيون اي دو راجوتي دو كونتوني اي دي زاتريبيو. تقدر تبغي تزيد لو كونتوني، تقدر تبغي تزيد لي زاتريبيو. ليكستنسيون سابليك على لي سامبل تيب ولا لي تيب كومبلكس. هادي حنا شفناها في التصويره في الاول. دونك هي دو فاسون جينيرال كتعطينا ان تيب كومبلكس، يعني الا درتي اكستنسيون ديال تيب سامبل كيرجع تيب كومبلكس، ولا درتي اكستنسيون ديال تيب كومبلكس كيبقى تيب كومبلكس. يعني النتيجه ديالها هي دائما تيب كومبلكس، كيما انت خدمتي في الديبار داك الباز في الديبار تكون كيما بغات تكون، النتيجه ديال اكستنسيون هي تيب كومبلكس. ليكستنسيون دان تيب اي انترودويت par l'élément xsd de point extension بحال restriction كتحيدو ودير extension وكدير base تاهي عندها لا base. celui-ci peut être un type prédéfini، يعني هذاك الشيء اللي كتكون حطيتي في الباز كيقدر يكون تيب ديجا string ولا int ولا شي حاجه prédéfini، او ان تيب ديفيني دون لو شيما، ولا شي تيب اللي انا صاوبتو وبغيت مازال نزيد له extension حتى هي ممكنه. donc le contenu de l'élément extension explicite le contenu et les attributs à ajouter au type de base. Donc داكشي اللي غنحطو في وسط الاكستنسيون ما بين لا باليز دوفيرسيون دو فيرميتور غيكون فيه الامور اللي بغينا نزيدو، الامور اللي بغينا نزيدو لهداك لو تيب دو باز. بحال قبيله في الريستريكسيون كنا كنديرو الامور اولا الشروط اللي بغينا نابليكيهم على الباز، دابا لا، دابا كتدير اشنو بغيتي تضيف، حيت اكستنسيون كتضيف شي حاجه لا باز. دونك ليليمون اكستنسيون اي تان اونفون، يعني قبل انا ما كندير هاد اكستنسيون تيخاصني نكون حال واحد سامبل كونتنت اولا كومبلكس كونتنت، حال هاد وحده في هاد لي باليز. احنا نشوفو امتى كنحلو كل وحده فيهم. لوي ميم هادي نيت يا اما سامبل كونتنت اولا كومبلكس كونتنت، هما بداتهم كيكونوا اونفون يعني قبل منهم تفتح كومبلكس تيب، على اساس ان قلنا بان الاكستنسيون هي اصلا دائما تتعطينا نتيجه على شكل كومبلكس تيب. دونك كتبدا تحل كومبلكس تيب، من بعد كتفتح يا اما سامبل كونتنت اولا كومبلكس كونتنت، ومن وراهم كتفتح اكستنسيون، ومن وراها كتكتب لي دوني اللي بغيتي تاجوتي كو سوا هما دي كونتوني ولا دي زاتريبي، وكتسد الاكستنسيون اللي هي اخر وحده تحلات، من وراها كتسد سامبل كونتنت اولا كومبلكس كونتنت، واخيرا كتسد الكومبلكس تيب ديالك. حنا هنا فاش نقراو لي زيكستنسيون غنقسموهم لثلاثه المجموعات. دونك كاين عندنا الاولى، المجموعه الاولى اللي هي الا بغيت ندير اكستنسيون ديال لي تيب سامبل. L'extension permet uniquement d'ajouter des attributs pour donner un type complexe à contenu simple. يعني بالنسبة لي تيب سامبل بالنسبة للإكستنسيون هي فقط لا بغيتي تزيدو شي أتريبيو، هادشي اللي كاين. فإلا بغيتي تزيدو شي أتريبيو بغيتي تستخدم الطريقة تاع إكستنسيون، فأنت غتحصل على كومبلكس تيب ولكن غادي يكون كيتسمى دو كونتوني سامبل، يعني غنخدمو فيه سامبل كونتنت. هادو غير قواعد غادي تضبطوهم. Lors d'une extension d'un type simple, l'extension est toujours enfant d'un simple content. Qui m'a dit comme d'abord. Les déclarations des attributs qui sont ajoutés sont placées dans l'ouest d'hier. Ahna nchoufou wahed l'mital. Naftarid annana bghina nsawbou wahed le type jdid smitou prix. Had le type jdid li bghina nsawbouh bghina ikon ibara la decimal. Decimal ahna kanarfouh b'annahu type prédéfini adi. ولكن هاد المره هاد ديسيمال هذا زائد انه يكون فيه واحد اتريبيو، يعني بغينا نشدو الديسيمال نزيدوه اتريبيو
ديفايز وديك الساعه هذا لو تيب جديد غنسموه بري. دونك نشوفوا كيفاش غنكتبوه في الاكس اس دي والتطبيق ديالو في الاكس ام ال. في الاكس اس دي ها هو غادي نديفيني واحد الكومبلكس تيب، لان قلنا اكستنسيون دائما غتعطيني نتيجه عباره على كومبلكس تيب. غادي ندير ليه السميه ديالو اللي بغيت، وغادي نقول بانه غيكون دو كونتوني سامبل. علاش غيكون دو كونتوني سامبل؟ لان لا باز اللي خدام بها انا هنايا سي عباره على تيب سامبل. دونك فاش نكون كندير ليكستونسيون ديال تيب سامبل، فتندير هنايا سامبل كونتنت، هي القاعده بسيطه. فاش كندير في الباز شي تيب سامبل كو سوا تيب انا اللي صوبته ولا ديجا بريديفيني، فهنا كندير سامبل كونتنت. من وراها في وسط ما بين لا باليز دوفيرتور ديال اكستنسيون لا باليز دو فيرميتور كدير داكشي اللي عندك بغيتي تزيد. مثلا هنا بغينا نزيدو لهاد ديسيمال هذا، غادي نزيدو واحد لاتريبي سميتو ديفايس تيب ديالو سترينغ، وغادي نسدو الامور اللي خصها تسد كلها في الترتيب. ومن بعد انا هنايا ديفينيت واحد الاليمنت سميتو برايس دو تيب بري، ونسمو اللي بغيتو لو تيب بري. فإلا هاد التيب هذا هاد البرايس هذا بغينا نكتبوه في شي فيشي اكس ام ال، فانت غادي تكتبوه بهذا الشكل برايس، وغادي تولي تقدر تعطي ليه واحد هنايا دوفيز. هنا جيمي اون ايرور هنا دوفيز، نصحوها توت سويس باسكو سي اون غراند ايرور. وي دونك هنا هادي دوفيز حيت لاتي برايس تيب ديالو نمشي هادي هذا تيب وي، وهنايا دوفيز اتريبيوت سميتو دوفيز. شفتو السميه ديال لاتريبيو دوفيز دوفيز سي بون. دونك تنعاود نجينيري ونعطيكم لا هذا هنا دوفيز اورو حيت عاطينو لو تيب ديالو سترينغ، وهنايا هو اصلا دو تيب سامبل يعني يقدر تحط فيه دو كونتوني. وهكذا غيكون كيشبه لينا الان تيب كومبلكس اللي حنا نكون ديكلاريناه من الاول. تيب كومبلكس مزيان كان غيخدم لينا مزيان مزيان. دابا هذه طريقه اخرى ماشي الاكستنسيون خصنا نفهموها، هي طريقه اخرى باش اننا نخدمو على هذا الشكل هذا. فحنايا قبل دابا هذا الا شديتو قبل كنت غنقول بانه هو دو تيب كومبلكس اللي فيه واحد الاتريبيو سي بون، ولكن هنا دابا ملي انا ديفينيتو ديفينيتو بطريقه اخرى، يعني حتى الطريقه الاولى صحيحه، ديفينيتو على اساس انه اكستنسيون ديال ديسيمال اللي تزادتها واحد الاتريبيوت، حتى هكذا صحيح. دونك ملي نسالو لي زيكستنسيون ديال لي تيب سامبل صافي هادشي اللي كاين فيهم، غيبقى لينا لي زيكستنسيون ديال لي تيب كومبلكس. وهنا الهضره اللي كنقول على اكستنسيون غديروا ليها يعني الاسقاط بالنسبه للريستريكسيون. دونك بالنسبه للتيب كومبلكس فيه جوج انواع، كاين تيب كومبلكس ا كونتوني سامبل وكاين تيب كومبلكس ا كونتوني كومبلكس. دونك بالنسبه للتيب كومبلكس ا كونتوني سامبل لي بوسيبل ديتوندر ان تيب كومبلكس ا كونتوني سامبل بور lui ajouter un nouveau type ou là de nouveaux attributs Est-ce que type complexe à contenu simple? Type complexe à contenu simple, يعني هو واحد لو type complexe بحال هذا اللي حنا هو نهار تصاوب كان مكتوبه فيه simple content. سي بون هذا هو اللي كيتسمى type complexe à contenu simple. شي type مثلا بحال هذا هاد بري هذا هو تيب كومبلكس ا كونتوني سامبل. فدابا الا جيت انا مثلا لهاد البري حتى هو بغيت ندير له شي اكستنسيون، يعني بغيت نزيد مثلا نكبر فيه، هادشي هي الفقره دابا اللي خدامين عليها. دونك اون اوبتيان الوغ ان نوفو تيب كومبلكس ا كونتوني سامبل، غنبقاو في اطار تاع كونتوني سامبل، كي بوسيد لي زاتريبي دو تيب دو باز اي سو ديكلاري بار ليكستنسيون. دونك غنطيحو في نفس يعني هاد لو تيب اللي كنا فيه نفسه، هي بحال غير طريقه تاع بحال ما فهمتيش وزدتي. مثلا نعطيك مثال، مثلا نتايا جيتي صوبتي هاد لو بري في الاول درتي زدتي غير اتريبي واحد سميتو ديفايس، وانت تال من بعد عاد استنتجتي انك ما قادكش ديفايس، بغيتي مثلا حتى بي، بغيتي يكون عندك جوج لي زاتريبي ديفايس و بي. وممكن تجي هنايا وتبدل ودير اتريبيوت واحد اخر وتعطي له بي وتعطيه التيب تاعو السلام، ولكن ممكن تخدمها بطريقه اخرى اللي هي هذه، غير باش نفهموا انها هي طرق اخرى، يعني حتى هذيك الاولى مزيانه.
Voilà, l'extension d'un tel type est similaire à l'extension d'un type simple. بحال الطريقة الأولى. هي هي نشوفوها لكم، انا خدمتها لكم نفس الشكل. دونك هزيت هذاك لو بري اللي كان عندي اللي يلاه صاوبته نفسه، درت له كوبي كولي تساليته، وجيت هنا عاوتاني بديت ثاني صاوبت واحد لو تيب جديد سميتو بري بايي. غيكون كومبلكس سامبل كونتنت. علاش سامبل كونتنت هذه المره؟ سامبل كونتنت لان لا باز اللي مكتوبه فيه هي عباره على كومبلكس تيب سامبل كونتنت. سي بون، الا كان عندك كومبلكس تيب سامبل كونتنت وصوبتي لي اكستنسيون كطيح عاوتاني في سامبل كونتنت مره اخرى. وهنا كتزيد له لاتريبيو اللي بغيتي وتتسد الامور اللي بغيتي. فدابا اليمنت برايس الا حيدت له التيب ديالو بري ودرت له بري باي، فتو سامبلومون غيولوا جوج ديال لي زاتريبيو. هنا لا ميم شوز، لا ميم ايرور، دونك جو دو كوريجي اوسي حيت جي في دو كوبي كولي من المثال الاول. جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. دونك هنا سي ديفايس فوالا مزيان. دونك هذيك قلنا هي طريقه اخرى، كان حنا كون بيدينا ما بلا ما نكثروا علينا هاد الهضره كلها. حدا هاد اتريبيوت نزيدوا لا اتريبيوت الاخر والسلام. دونك اخر حاجه اللي هما لي تيب كومبلكس او لا الاكستنسيون ديال تيب كومبلكس ا كونتينو كومبلكس. يعني اش ا كونتينو كومبلكس؟ يعني بحال هادو اللي كنا ديجا خدامين بهم في المره اللي فاتت. بحال دابا هذا، هذا فورماتور كاين وسطو نون برينون، يعني هذا راه تيب كومبلكس من الاول، من ديبار هو تيب كومبلكس. الا بغيتي دير له اكستنسيون مثلا، جيتي لهاد فورماتور ديجا موجود ومصاوب، قلتي ا بغيت تزيد واحد لا تريب عوض ما تمشي تبدل فيه، قلتي اجي نديرها بالشكل ديال الاكستنسيون، يعني باعاده الاستخدام. فهنا كيفاش غدير ليها؟ فوالا. دونك ليكستنسيون دان تيب كومبلكس ا كونتينو كومبلكس كونسيست ا اجوتي دو كونتينو اي او دي زاتريبيو. تقدر تزيد له لو كونتينو ولا لي زاتريبيو ديالو. Le contenu est ajouté après le contenu du type de base. L'ajout d'attributs semblables, le hadak el omor li sabra kulchi bhal bhal bistitna iwad ma kadir lo hnaya haya iwad ma kadir lo simple content kadir lo complex content. Complex content kadirha fash kitkon عندك la base هي عباره على واحد لو تيب اللي هو كومبلكس تيب بصفه عامه، ما فيه لا سامبل كونتنت ولا والو، كومبلكس تيب، تيب كومبلكس. بحال دابا هنا الا شفتوا معايا هذا المثال، هذا كاين عندي هنايا واحد هذا فورماتور اللي وريتكم دابا، درنا ليه تيب ديالو هو واحد لو تيب سميتو نون برينون 1. دونك لا هو نون برينون، سي بون درت ليه نون برينون، هو الفورماتور تيب ديالو نون برينون سديت ساليت معاه. دابا انا نبدا نعرف انايا الامور. جيت هنايا هو تيب نون برينون، قلت ليها ودي انت عباره على كومبلكس تيب كونتنت، غنجيب ليكستونس يعني غنمشي داكشي اللي عندي في نون برينون 1 وغنزيد عليه الاج. نشوف انا نون برينون 1 حتى هو انا اللي عرفته، فانا شنو حاطه فيه؟ كنقول بانه عباره على كومبلكس تيب اللي هي عباره على سيكونس تاع نون برينون، يعني اللي بيكون عنده هاد التيب خاص يكون وسطو نون برينون، ولكن دابا هنا زدتو اج. C'est-à-dire que le formateur est où il y a un différent nom, prénom, âge. Par la chose d'abord, il y a un différent. Alors j'ai déjà testé. Ah, je suis tous tourné à l'âge. Regardez, عادي مزيان. هاي âge عندنا. Âge 18 à 12. يعني كان فيه هو النوم أو prénom فقط. دابا درنا له extension. كيما قلنا احنا غير باش نعاودو نخدمو هذاك اللي ديجا كاين. يعني احنا كيكون عندنا شي حاجة وكنزيدو نعاودو نخدموها، ماشي كنعاودو نكتبو هادشي كله ولا كيفرضو علينا نخدمو extension. سينو راه حنا نقدرو نديكلاريو من ديبار غير تيب واحد، وكيما قلنا في الحصة اللي فاتت ملي نسالو سيكونس نعطيو له هنايا اتريبيوت و سافا مارشي عادي. انا نوريكم ليكزامبل ديالي باش تفهمو. دونك نحيدو هذا هنايا سامبل كونسنت. هاي شوفوا هذا المثال الاول، هانتوما هنا ديفينيت انا فورماتور عنده لو تيب نون برينون، هنا ما خدامه لا باكستنسيون لا والو، خليته انه نون برينون فيه نون ومن وراه كاين برينون ومن وراه ندير واحد الاج. سي بون هي هادي، هانتوما شفتو الفيشي اكس اس دي سامبل تيب تاتات اكس. هادي دابا فاش غنهزو انا نخدم بيه هنا، نحيد دابا هذا ونجيب الاخر، ندير اكتواليتي. دونك نجيبو هذاك لو فيشي ديالنا اكس اس دي، اكس اس دي
هذا الاول اللي ما فيهش اللي شفتو هذا ما فيه لا اكستنسيون لا والو، غير انا زدت اتريبيو تاع الاخر، يعني خدمت بال داكشي اللي عرفت في الحصه اللي فاتت. وغنجي لهنا نكتب الكود ديال اكس ام ال ها هو اللي وريتكم قبيله، ديرو كونترول سي كونترول في، ها هو لاج، ها هو فين زدتو، نشوفوا واش غيكون فاليد. فوالا كما كتشوفوا راه فاليد عادي بهذا. دابا انا الا غنحيد هذا لو فيشي وغنمشي ثاني نجيب فيشي اخر غنصوبو ولكن بالطريقه الاخرى، يعني باستخدام لي زيكستونسيو، انتم شوفوا معايا اشنو غادي نسميه. ها هو بحالو غير زدتو واحد جوج هنا في السميه ديالو. دابا اش درت هي هذيك اللي عندكم في الكور، خليت الكومبلكس تيب الاول عادي، عاد زيت انا صوبت واحد اخر اللي هو عباره على اكستنسيو اللي تمحنت باش فقط زدت واحد الاتريبيوت. وبما انني خدمت على تيب اللي هو اصلا كومبلكس تيب، فانا هنا غندير كومبلكس كونتنت سي بون. دونك هنا فاش غادي نهز هاد الثاني اكس اس دي ندير ليه جوج هذا، فندير له فاليديت غيعطيني بانه فاليدي. شتو كما كتشوفوا يقول لي بانه فاليدي. هنا هذا المثال يعني كنتمنى انكم تشوفوه وتعاودوا تشوفوه باش تفهموا بان لي زيكستونسيون هما طريقه لاعاده استخدام الاشياء الموجوده. اما واش نخدم ماشي طريقه وحيده صحيحه، هنا غنبداو نقولوا بان يقدر يكون عندك انت وصاحبك نفس الطريقه ولكن يعني طرق مختلفه وبجوجهم صحاح، خاص غير يكونوا متبعين لي برينسيپ اللي قرينا. فوالا دونك هادشي اللي كاين. باقي عندي واحد المعلومه هنايا اللي بغيتكم درتها لكم على شكل انيكس، بغيتكم تردوا ليها البال، هي هذيك واحد غاف يمكن انا درتها المره اللي فاتت في جروب وما درتهاش في لي زليمون. دونك بصفه عامه فاش يكون عندي شي اليمون ديجا معرف راه نقدر ندير واحد لاتريبيوس سميتو غيف ونعيط ليه. سي بون، انا نعطيكم واحد المثال هنا توضيحي. مثلا انا دابا شوفوا تمحنت وصوبت هاد فورماتور، شو شحال صوبتها درتو فورماتور، عطيتو النون ديالو باش ندير النون ديالو، درت هاد لي كومبلكس تيب اكسيتيرا. الا جيت انا دابا هنا بغيت نصوب مثلا اكس اس دو بوين نديرو بيرسون اليمنت اليمنت ندير له نيم ايغال بيرسون، هنايا غادي ندير ليه واحد تيب. دابا هنا غنخدم نيشان تيب انونيم فيه، دونك ندير لي اكس اس دو بوين كومبلكس تيب، يعني نخدمو لوكال نسدو داكشي اللي خصو يتسد اس دو بوين كومبلكس تيب، ونسد الاليمنت باش ما نساهمش اكس اس دو بوين اليمنت، ورجع في هاد الكومبلكس تيب. اشنو بغيت ندير؟ بغيت نقول بان بيرسون غادي يكون يا اما فورماتور ولا حاجه اخرى. دونك غندير انايا شويز ياك، غنديرو اكس اس دو بوين شوا، وغادي نفس الحاجه نسدوها اكس اس دو بوين شويز ديالاش، وغنبدا نعطيلو لي زيليمون. فهنا غندير اكس اس دو بوين اليمنت، الا درت له نيم وبغيت نخدم ثاني على فورماتور، وهذا فورماتور فورماتور غيخصني ضروري نزيد له تيب، نعاود هذيك الهضره. ولا مازال دابا حتى الا عاودتها راه الدنيا هانيه، حيت هو عطيه غير سميتو، غير هذه غنحطها ثاني هنا. تصوروا كنت خدامها انونيم بحال كي خدامه دابا، كنغير زادني هادشي كله ندير له كوبي كولي وسط هاد البلاصه. فعوض ان ما ندير هاد القضيه هادي، عوض نيم كندير له غاف بحال راكورسي بحال ليا، كنقول له غتجيب لي واحد ليليمون هو فورماتور انا ديجا صوبت سير شوف غاف صيفطو ليه ليا يمشي لشي اليمون ديجا موجود، وتقدر تخدم على الاخرين الامور الاخرى اللي عندك كتخدم عليها بطريقه اخرى. هادي غاف فوالا. دونك جيسبر انكم تكونوا فهمتوا.